أنا في ريال فارين. لحقتوا تكتبوا كل اللبت ده؟ ودي مرام عادل. خلاص بقى يا مامي، كفاية صباحات ووردة على الصبح، ده مش جروب العيلة. ودي رندا أبو الفضل. اتفقنا اللي انتوا فيها دي. بس تفتكري هي اختفت ولا طفشت؟ الفرصة دي لو جالت مننا هنعيش طول عمرنا تحت رحمة حريم. جاهزين يا رجالة؟ الستات على آخر مستنين أي فرصة ويهربوا من مسؤولياتهم. أين ذهبت الأمهات؟ أنا عارفة إجابة السؤال ده.